سوري اللي هو ايه بقى مايسينيك كرايسيس اللي هو ايه دكتور قايد عليه نيجليكتد كيس يعني ده زي عمك عبد الله كده عمك عبد فضل يتعب لحد ما برك في الارض والوليه هي اللي شالته من على الارض شالته هما الاثنين ماتوا خلاص الله يرحمه الراجل والوليه مولاته الجديده مش عارف ده طبعا عايشه طبعا يا صغيره ولذيذ وربنا كرمه بعد ما قام واتجوز وليه ما فيش سنتين رينال فيليار وقعد يعمل دياليس وقعد يجيب يده فشل كلب فانا ما عرفت تقول احسن احسن يا ابن الكلب فالمايسينيك كرايسيس هتبقى بريزنت بايه ويكنس وشلل وريسبيراتوري فيلير تايب 2 تايب 2 اوعى تنسى اديله ايه بقى بروستاجمين مش كده هتديله ايه ده هيتحط على الفنتليتور بقى والكلام ده مكتوب فنتليتور ولا وبروستاجمين في دواء بقى اجدع من البروستاجمين تحت خالص اهو اسمه ايه ايدروفونيا فاكرينه ايدروفونيوم اللي هو very short acting and very rapidly acting anti cholinesterase يعني زي البروستاجمين بس بيشتغل في التو لحظة بص الست اللي جات لي العيادة دي هنفترض انا متخيل هذا لما انا شكيت فيها طلع بقول لك في حقنة اسمها بروستاجمين عايزك تاخديها بكره الصبح ما تقوم من النوم في الاعضاء ماشي حاجه وبعد كده تجي استشاره تيجي الست تقول لك انا اخدت الحقنه يا دكتور اشتغلت شغل في البيت بقت زي الحصان طيب خلاص الهيدروفونيا بقى عملوا ايه بقى دي في مين؟ الراجل احمد عبد ده احمد عبد بقى ما يملك على البتاع ما بص يا دكتور عينيه دي مش عارف يفتحها مش شلل بس هو محطوط على الفنتليتور فخلاص هيعيش راحوا مدينا حقنة ايدروفونيا راح الراجل بدأ بقى يعمل كده راجل حس اسمها حتى ايه تنزيولين تيست كان بيسموها كده زمان ولذلك في بقى كرايسيس تانية العكسية اسمها ايه كولينيرجي كرايسيس يعني ايه كولينيرجي كرايسيس دي من كتر العلاج يقول لك الاسطال كولين لو زاد في الموتور اند بليد زياده عن اللزوم يحصل ايه؟ داون ريجيوليشن في السيمتوماتيك يعني من كتر العلاج يتشل فاكرين الكلام ده؟ خدناه في ثالثه كولينيرجي كرايسيس مايسينيك كرايسيس في يقول لك واحد عنده مايسينيا جريفز وجاله شلل شديد وريسبيراتوري فيليور ايه الاحتمالات هطرح له الاحتمال الاول ان دي مايسينيك كرايسيس ان هو نيجليكتد في العلاج الاحتمال الثاني اكسسيف تريتمنت اللي هي كولينيرجي كرايسيس هتفرق بينهم ازاي من الاخر ايدروفونيا الايدروفونيا يحسن مين مايسينيك كرايسيس ويسوق الكولينيرجي بس الكولينيرجي ما انا بص بعمل تنسيلون تيست ويمكن يعني مش عارف مكتوب ولا لا تحت بيتعمل في الاي سي يو يعني التيست ده انا اعمله جوه عندي في الاي سي يو مكتوبه في دقيقتين كمان دقيقتين بالظبط عشان نخلص بقى من الحته دي مايوتونيا اكتب عليها فكره المايوتونيا اللي هو الراجل دي ظاهره ظاهره ان الراجل انا بقى همثل لك كان انا العيان ما فيهاش مشكله خالص هو عيان لذيذ كده تقعد معاه تستغرب لو منه العيان ده عنده ديلي ماسل ريلاكسيشن يعني العضله بعد ما تنقبض لا تنبسط بسرعه يعني اديك مثال كده خده مني كده بص انا حتى بوقفه كده واقعد اقول للعيان يلا يا عم محمد اعمل كده
يروح قافل ايديه كده. افتح ايديك بقى، انا عايز افتح كده. بص ليه هو ايه يفضل بقى عشان ايده دي تفتح تاخد وقت. ليه مصر ريلاكسيشن. بص دي كمان زرع عينين، دي مهمه قوي دي. زرع عينين، بص كده افتح عينيه ما افتحهاش على طول. بص ليه يعني بصرت يعمل كده. يفضل بقى فين لما عينه تفتح حاجات غريبه. يسلم عليك يروح ماسك فيه. لو سلم عليك عادي كده اهو، تيجي تسيبه تلاقيه ايه قفش في ايديه. فيفضل بقى ايه نفضل مع بعض كده. بص كده طبعا هو ايه هو ما بينساش يعني، هو بيبقى فاكر دايما، هو بيسلم على الناس. حتى يقول للطلبه ايه روحوا سلموا على عمكم محمد سلموا عليه عيالك. هو طبعا ايه هو بيسلم ازيك يا دكتور ازيك يا دكتور بص عامل ساعات ينسى ازيك يا دكتور خليك معايا. السريه بتحسب كوريا كوريا بتحسب لا 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 مايوتونيا دي قصه ثانيه خالص. يبقى دي اول حاجه اللي هي الفولنتري دي مهمه قوي. فطبعا الطلبه بعد ما نوريهم الحاجه حتى برضه ساعات بص اقول لهم ليه بصوا بص دي بقى دي فظيعه اقول له اعمل كده. انا بقى بقلعه هدوم اقلع إيه اعمل كده اهو يعني كونتراكشن هنا افرد بقى دراعك. فتلاقي دراعه ده عشان يتفرد ياخد وقت. حتى بعد ما يتفرد خلاص كده تلاقي العضله دي عامله كده عامله كونتراكشن مسكها ايه ده. طيب فالعين يقول لك ايه طب اي حد ممكن يعمل الحركه صح بعد اعمل لك كده وامسك في ايديك وبتاع. لا في بقى تابنج اوف ذا ثام، وطبعا مجازا يسموها بريكاشن اوف ذا ثام. هي مش بريكاشن برضه هي تابنج. العين يعمل ايه بقى؟ هيطلع لسانه بره، هيحط صباعه على اسنانه كده ويطلع لسانه بره كده اهو، وتروح انت ضارب بالهمر بالحته الرفيعه بالهمر يا دوبك تضرب على الطنج. بص كده تلاقي الطنج حصل له كونتراكشن غريب كده لا يمكن حد يعرف يقلدها. يبقى دي اسمها تابنج اوف ذا طنج. فساعات في ناس يقول لك ايه ما احب يتريق عليك يقول لك ايه اعملي بريكاشن للطنج يعني. فانت تضحك اقول لك انا بتكلم طبعا هو بيشوفك يعني انت يا فندم اسمها تابنج للسطان عشان الميوتونيا. بس طبعا لازم يطلع لسانه ويحط صباعه هنا، ولا انت تطلع لسانه ما تغطيش سنانه تروح راقعه بالهمر بتاعش. طبعا المرض ده بيتشخص ونكتب السؤال اللي هو سؤال بلدي مشهور. اكتب diseases على الشمال يا بابا diseases diagnosed by shaking of the hand. طول عمرنا السؤال ده مشهور يعني مين الامراض اللي بتعرفها لما تسلم على المريض بايديك. diseases diagnosed by shaking of the hand thyroid. مالها الثايرويد؟ ايده سويتي وهوت او وورم يعني ايده سخنه وعرقانه. على فكره العرق بيبقى فين؟ البال والدورسم الاثنين عرقانين. خلي بالك من دي. انكزايتي ماله؟ ايده كولد وسويتي. العرق بتاع الانكزايتي عرق بارد وعلى البالم اونلي بالم فقط. يبقى ايدك ايه يا ابني انت ايدك سخنه عرقانه كده ليه؟ انت صاير توكسيك ولا ايه؟ يا انت ايدك ساقعه وعرقانه. طب ما احنا ساعات بيحصل فينا المواقف دي احيانا بس يعني مش دايما. التالته بقى ايه؟ مايوتونيا. بص بقى يا جميل العيان ده عكس الميسينيا. بص بقى يقوم من النوم بص مكلبش مع الحركه وكده يروح ملين ويبقى كويس. الجو برد في الشتاء بيتشتوي كل عضلاته عامله كونتراكشن ما يقدرش يتحرك. الجو يدفي يخرج. يعني الحاجات دي مشهوره جدا هنا. يبقى خلي بالك يبقى مريض الميسينيا يصحى الصبح كويس على الظهر
صبيحة في الليل خلاص الراجل استنفذ او استنفذ. مريض الميوتونيا العكس، يوم الصبح تعبان بالليل تيجي كويس. وعشان كده في حتى لفظ مشهور يقول لك ايه، لو تسمعوا اللفظ ده يقولوا ايه؟ لا لا مش ده، اللي هو يقول لك ايه، مريض او مريض، مريض الميسينيا يفطرك بس ما يقدرش يعشيك. يعني مريض الميسينيا بتقوم الصبح نشيطة فتحضر لك الفطار، يبقى مريض الميسينيا يحضرك. مريض الميوتونيا يحضرك العشاء. كلام كده كلام فولكلور. فده تقول له يعني ايه؟ فهمت المعنى؟ طيب في نوعين من الميوتونيا، عايزك تعرف ميوتونيا كونجينيتا. الميوتونيا كونجينيتا علم بس على كلمتين، ان هو المرض ده اوتوسومال مش كده؟ دوميننت وراثي. اهم حاجه فيه علم لي على كلمه سونو هايبرتروفي. ده بيهمني فيه عمو محمد الراجل ده يعمل ايه بقى؟ بص يروح قالع هدومه كده. طبعا عيان المايوباسي بيبقى ايه؟ تلاقي عضلاته لا ده يقلع كده، تلاقي ايه؟ عامل لك كده. تلاقي كتاف بقى وعضلات بس كلها ايه؟ على الفاضي ضعيفه. ده اسمه سودو هايبرتروفي. الثانيه اسمها ايه بقى؟ مايوتونيا اتروفيكا. اعرف لي فيها حاجه. ان هي بتأثر على المصل اوبزافيس. يبقى مين المرضين اللي بيضعفوا المصل اوبزافيس؟ في المصل ديزيز فيشوس كابلر يومرال تايم ومايوتونيا اتروفيكا. خلي بالك المرض ده كمان بيعمل ويستنج في التمبوراليس. خلي بالك بص الحته دي علم عليها فين هي؟ ويستنج في التمبوراليس. فضالي كمان وعارف ايه كمان بقى؟ والستيرنوماستويد مصل تتاثر. شفت بقى؟ يبقى الستيرنوماستويد مصل لا تتاثر في الماسكولار ديستروفي، هي يمكن ان تتاثر في المايوتونيا اتروفيكا. طبعا في النهايه مكتوب يعني انه اهو ادي بقى التجميع اللي تحت خلاص مش عايزك تعرف الحاجات دي خالص. شاني لوباسي فاميليا بريوتيك باراليسيس مايوتونيا البارامالجنا مايسينيا وايتون لامبرت سندروم. يبقى لما يجي يقول لك شاني لوباسي تقول له ده المايوتونيا المايسينيا اللي هي بارامالجنا مع البرونكوجينيك كارسينوما ايتون لامبرت والايه؟ والبريوتيك ماسل باراليسيس اللي كان بسموس بشان واللي كان موز بشان الهايبوكاليريك والهايبوكاليريك مايوتونيا. عايزين بكره نروح شويه جنرال. ايه رايك بكره؟ يبقى بكره نعدي عادي ان شاء الله. يعني المره انا مش هتنسى